تنبيه عام، حافظ على هذا الدفتر من الضياع والتلف وجلده واحمله بجيبك دائما لتبرزه لمن يلزم عند الحاجة، واحرص من وقوعه بيد العدو. 2. يمنع شطب أو إضافة أو حك أو كتابة أو تصحيح أي كلمة على هذا الدفتر. 3. من يفقد دفتر خدمته عن قصد يعاقب وفق أحكام القانون، أما إذا كان الضياع عن غير قصد فيغرب. 4. يعتبر متخلفاً المكلف الذي يتأخر عن إجراء الفحص الابتدائي في موعده بدون عذر مشروع، ويعاقب وفق أحكام المادة 56 من المرسوم التشريعي رقم 115 بغرامة نقدية قدرها 150 ليرة سورية أو بتمديد خدمته الفعلية مدة 3 أشهر. كما يعتبر متخلفاً عن الفحص الابتدائي ويعاقب بنفس العقوبة كل مكلف لم يرد اسمه في لوائح النفوس المشار إليها في المادة 8 من هذا القانون، أو ورد فيها مغلوطاً وكان يحمل هوية شخصية، إذا لم يمثل بدون عذر خلال مدة الفحص الابتدائي أمام لجنة التجنيد التي ينتمي إليها أو يقيم في منطقة عملها. متخلفاً المكلف الذي يتأخر عن حضور الفحص الطبي بالرغم من حضوره النهائي بالعقوب الوارد ذكرها في الفقرة السابقة. من يتخلف عن تلبية الدعوة للسوق تجاوزاً المهل المحددة وفقاً لأحكام قانون خدمة العلم يقبض عليه أينما وجد خلال مدة 20 سنة تبدأ من تاريخ دعوته للسوق، ويعاقب بمضاعفة مدة خدمة العلم الإلزامية العادية. في حال تكرار المتخلف عن السوق التخلف أو الفرار قبل التحاقه في الجيش يعاقب بموجب أحكام المادة 98 من قانون العقوبات العسكرية. كل مكلف بدل محل إقامته المسجل في شعبة التجنيد بعد أن تم فحصه ولا يخبر هذه الشعبة بالتبديل المذكور خلال 2 من تاريخ وقوعه يعاقب بغرامة نقدية 50 ليرة سورية أو بتمديد خدمته شهرا واحدا. على كافة المؤجلين على المؤجلين دراسيا الحضور لشعبة التجنيد بين 27 و 29 بكل عام تجديد أعذاره. المؤجلين دراسيا الحضور لشعب التجنيد خلال شهر من افتتاح مدارسهم مصطحبين معهم مصدقات مدرسية لاستمرار تأجيلها. وشكرا.